السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متتبعي قناة أبو ريان للتقنية. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. أود أن أرحب بالمشتركين الجدد الذين التحقوا بالقناة، مرحبا وألف مرحبا بكم. إذا إن شاء الله في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح طريقة تشغيل اليوتيوب في الخلفية، يعني تشغيل اليوتيوب في خلفية الهاتف بدون انقطاع الصوت. إذا تابعوا معي الفيديو للآخر لكي تفهموا الطريقة إن شاء الله. أود أن أشكر المتتبعين الأوفياء، شكرا لكم على التعليق الجميل، شكرا جزيلا لكم على التشجيع المحفز والتعليق المحفزة، جزاكم الله خير الجزاء. إذا إن شاء الله سوف أقوم الآن بشرح الطريقة. وقبل أن نبدأ الشرح أود، إذا كنتم زوار جدد أود أن أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للتوصل بكل جديد القناة إن شاء الله. إذن على بركة الله فالطريقة بسيطة جدا، كل ما عليكم إلا الضغط على تطبيق جوجل كروم وتذهب إلى صندوق البحث في الأعلى، ثم تكتب يوتيوب، ندخل إلى موقع اليوتيوب مباشرة. بعد ذلك تقوم بالضغط على ثلاث نقاط هنا في الأعلى على اليمين، وبعد ذلك تقوم بتفعيل خاصية الحاسوب أو فيرسيون بو أورديناتور بالفرنسية. بعد ذلك سوف يحولنا الموقع إلى يعني كما لو أننا نتصفح الحاسوب. بعد ذلك نقوم بالدخول أو البحث على الفيديو المراد الاستماع إليه. على سبيل المثال سوف أكتب يعني سورة من القرآن، يعني سورة الياسين، سوف أقوم بالبحث عليها في صندوق البحث على الموقع اليوتيوب. بعد ذلك سأقوم بالدخول إلى الفيديو المراد الاستماع إليه، سوف أقوم بالدخول إلى هذا الفيديو الأول. وكما ترون سوف نقوم بتخطي الإعلان لنستمع إلى الفيديو. سوف نتخطى الإعلان كما ترون الآن، وكما ترون الفيديو شغال، يعني سورة الياسين شغالة. سوف أعمل توقف أو بوز وسأخرج من جوجل كروم كما ترون الآن. بعد ذلك يمكنني تصفح أي موقع أو أي تطبيق من الهاتف، وفي نفس الوقت يمكنني تشغيل سورة الياسين كما ترون هنا. فسورة الياسين يمكن تشغيلها من خلال الضغط على زر البلاي. سوف أخفض الصوت لكي لا أتوصل بمخالفات كما تعرفون أحباب الكرام. ويمكنني الآن تصفح على سبيل المثال اليوتيوب والاستماع للقرآن. أو تصفح أي موقع على أي تطبيق، يعني كما تريد. يمكنك أن تعمل على الهاتف وفي نفس الوقت أن تستمع للقرآن الكريم في خلفية الهاتف. يمكنك أيضا الخروج من جميع التطبيقات والاستماع لسورة الياسين أو أي مقطع صوتي من خلال اليوتيوب في الخلفية مباشرة. فهذا يعني هذه الطريقة دون أن تحتاج تطبيقات، دون أن تحتاج أي برامج تحمل على الهاتف، فطريقة بسيطة جدا شاركتها معكم لكي تستفيدوا أحبابي الكرام. إذا كان هذا هو شرحنا لهذا اليوم، أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا بدعمنا باللايك وتفعيل الجرس للتوصل بكل ما هو جديد، ومشاركة الفيديو مع أصدقاء للإفادة إن شاء الله. إذا نلتقي في فيديو قادم. كان معكم أبو ريان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.